انا حبيب نطلب من الله القدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. لاول مره تشاهد القناه ما تبقاش لنا بواحد اشتراك وبواحد لايك فضلا لا امرا من طبيعه الحال. مهم بزاف ديال الاخوه اللي دافعين في هذا القانون هذا الديكريت وفلوسي ديال 2020 اللي يعني حنا ولو اننا حنا في 2022 ولكن راه القانون ديال 2021 هذا اللي كاين دابا وعدات الحكومه انه يكون قانون كذلك ديكريت وفلوسي 2022 يعني في هذه السنه هذه عاوتاني خصو يكون قانون اخر ديال التدفقات الخاص بالعقود العمل الموسميه وغير الموسميه. المهم هادشي اللي كانت اكدت عليه الحكومه ديال ماريو دراغي. حاليا كما تشوفوا يعني مع الاوضاع اللي كاينه دابا حاليا ديال الحرب اللي كاينه ما بين روسيا وما بين اوكرانيا يعني ربما تنقول لكن ما انسان ما يتخلاش ما يخافش يعني نتمنى احنا الامور انها تمشي بخير وعلى خير انهم يوصلوا شي تفاهم اليوم ان شاء الله يحاولوا يوصلوا شي اتفاق ما بيناتهم يعني وتسالي هذه الحرب هذه. ما تنظنش انا في نظري انه ما تنظنش انه يقدر يكون عنده شي تاثير كبير يعني على عقود العمل انهم ما يخرجوش لانه هذه المساله ديال عقود العمل وهاد العمال هادو اللي غادي يجيو يعني راه محتاجه لهم يعني ايطاليا محتاجه لهم بزاف وما يمكنش يعني ان تستغنى على هاد العمال هادو ديال الموسميين وغير الموسميين كما تتعرفوا. المهم الا طولت الحرب بزاف طبيعه الحال يقدر يكون عنده واحد شويه ديال التاثيرات هذه مساله مفروغ منها ولكن نتمنوا كما قلت لكم نتمنوا دائما انه يعني ان الحرب هذه ما تستمرش وتوجد يعني حلول لهاد المساله هذه. كما ذلك ما ننساش انني نذكر بانه الاعداد ديال المهاجرين اللي كاينين هنا في ايطاليا بدون اوراق يعني راه تزاد الاعداد ديالهم راه تزادت اكثر هاد السنوات الاخيره سيرتو في هاد السنه هادي اللي فاتت ديال 2021 عاد تزيد يعني اللاجئين اللي غادي يجيو دابا من اوكرانيا عايزوا واحد اعداد كبيره كذلك هنايا وبطبيعه الحال مش غير ايطاليا بوحدها اللي غادي تستقبل هاد اللاجئين راه كذلك الدول الاوروبيه الاخرى فرنسا المانيا بولندا. المهم بزاف ديال الدول الاوروبيه غادي حتى هما ياخذوا الحصه ديالهم في هاد اللاجئين الاوكران اللي غادي يكونوا هنايا. المهم حنا غادي نشوفوا الاوضاع كما غادي تكون كما بغينا نقول لكم ما نسوقوش الاحداث وان شاء الله نتمنى انه يكون غير الخير والناس اللي دافعين يعني في هذه العقود العمل الموسميه ولا غير موسميه ما تبقوش شاغلين راسكم بهذه المسائل هذه ان شاء الله يكون غير الخير وذلك ما نتمناه. الناس اللي تسولوا على لاسينيو اونيكو مهم ابتداء من منتصف ديال شهر مارس هذا الشهر اللي حنا فيه ان شاء الله راه غادي يبدا الخلاص على حسب اللي دات يعني الناس اللي دفعوا فيها الطلب ديالهم للحصول على هذا لاسينيو هذا يعني الناس اللي دفعوا يعني انترو فيبرايو بطبيعه الحال فهم الاولين يعني اللي غادي يتوصلوا بالخلاص ابتداء كما قلت لكم من منتصف ديال شهر مارس من منتصف ديال شهر مارس وسير يعني غيبداو يتخلصوا عباد الله على حسب لا دات اللي دفعتي فيها الضماده ديالك. الناس اللي دفعوا يعني في هذا الشهر هذا او الله غادي يدفعوا تما في هذا الشهر هذا حتى الجونيو من مارس الجونيو بطبيعه الحال الخلاص غادي يكون يعني في الشهر اللي من بعده يعني غادي يتخلصوا يعني في هاد لاسينيو اونيكو. والناس اللي يدفعوا كذلك من لوليو امبوي من بعد يعني حتى هما كذلك غادي يتخلصوا في الشهر اللي من بعده يعني باش تكونوا عارفين يعني جميع الاضافات ديال الخلاص ديال هاد لاسينيو اونيكو اونيفرسالي كما تعرفوا. بالنسبه للناس ديال الريديس الشطه ديال نصاب بطبيعه الحال كما قلنا يعني ما تحتاجوش انهم يدفعوا شي طلب ولا شي حاجه لانه غيكون يعني الدفعه ديال هاد لاسينيو اونيكو يعني اوتوماتيكمون. وغادي ندوزو نشوفو يعني لي مودي ديال باغامينتو ديال هاد لاسينيو هادي الطرق ديال الخلاص لي يخلصوكم في هاد لاسينيو هادا يا اما عن طريق الكونتو كورنتي يعني بوستالي ولا بنكاري بطبيعة الحال ولا عن طريق البونيفيكو دوميتشيلياري يعني ديال بوستا ديال لوفيتشو بوستالي يقدر يوصلكم حتى للدار هاد البونيفيكو ولا عن طريق ليبريتو بوستالي ولا كارتا بريباغاتا اللي عندها الايبان تاعي كذلك ممكن انكم يعني توصلوا بالخلاص او بالباغامينتو ديال هاد لاسينيو. بطبيعة الحال يعني من يبدا العمل يعني هاد لاسينيو هذا دابا اللي كاين دابا اونيفرسالي راه ما غاديش تبقى هذيك البريميو ديال لا ناشطه ما غاديش تبقى تعطى وما غاديش تعطى كذلك البونوس بيبي وما غاديش تبقى لاسيني فاميلياري ما غاديش يبقى وليدي تراسيوني كذلك فيسكالي تما ما غاديش يبقى واللي غادي يبقى غيبقى ذاك البونوس ديال ازينو نيدو ليدينتيتا ديال ماتيرنيتا كوموني وكاين كذلك دي دوتسيوني ديال سبيزي ديال الفيلي اكاريكو هادو هما اللي يبقوا بحال الشيء ديال تخسر الانسان في هادشي ديال سانيتا وسكولا. المهم هادو غادي يبقاو بطبيعه الحال وغادي تسالوا بزاف ديال يعني ديال النساء على انه يعني هاد لاسينيو راه تيبدا نورمالمون من الشهر السابع ديال الحمل تيبدا الخلاص ديال هاد لاسينيو اونيكو اونيفرسالي. فبالنسبه للعيالات يعني بتكونوا حاملين في ديك الوقيته ما غاديش يقدروا يدفعوا الطلب ديالهم لانه بطبيعه الحال ضروري من داك الكود شي فيسكالي ديال الدري اللي غادي يتزاد بطبيعه الحال من غادي يتزاد الدري وغادي يدار الكود شي فيسكالي غادي يدفع الطلب وغادي يتخلص يعني ابتداء يعني من
شهر السابع ديال الحمل غادي تبدا تخلص في الخلاص ديال هذا لاسينيو اونيكو، يعني حتى يتزاد كاع الدري وغادي تخلص في الشهور كاملين يعني اللي ما تخلصاتش فيهم ديال هذا لاسينيو اونيكو اونيفيرسالي. قبل ما نساليو الفيديو هذا تنجدو الطلب ديالنا للحكومة ديالنا انها تقوم بشي عمل يعني باش تعتق هاد الطلاب المغاربة مساكن اللي باقيين حاصلين تمايا. راكم سمعتوا راكم بزاف ديال الفيديوهات اللي توثقوا المعاناة والمأساة ديال المهاجرين المغاربة اللي كاينين على الحدود، يعني السلوفاكية ولا الرومانية ولا البولندية. المهم تنطلبوا من الحكومة ديالنا ومن الخارجية ديالنا انها تقوم بشي عمل يعني باش تنقذ الطلاب ديالنا، يعني اللي مساكن دابا راهم تيعانيو بصراحة. الواقع هو هذا، راكم بزاف ديال الفيديوهات اللي توضحوا هادشي وتبينوا هادشي. تتمنوا من الخارجيه ديالنا المغربيه انها تقوم بشي عمل يعني وتنقد هاد الطلاب المغاربه. هذا ما كان في هاد الفيديو هذا، ما تحرمولوش من الدعم ديالكم للقناه، ونتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.